وحياه ربنا اللي ضحك عليهم الناس كلها. انا بقى هطبع الدعوات كده زواج الانسه كاظم من الانسه به وهفضحهم في كل حته. ده انا حتى مسميني مأمون فضيحه. والمره دي بقى هقول لها، يعني هقول لها. خلاص بقى يا بيسه ما تقهريش نفسك. ايه ده ايه ده ايه ده؟ في ايه؟ مالها بيسه؟ خبب الويبه. خش خش. ايه ده؟ هو في ايه يا خالته؟ يا ابني اللي حصل واللي جرى لا ينكتب ولا ينقرى. ما تنجزي يا خالته، انت هتعددي. واحده صاحبه بيسه اتصلت بيها وقالت لها انها شافت خطيبها قاعد مع واحده وعازمها في كازينو البيت وجايب لها عصير سموزي المعفن اللي كان بيشربني في جنه الفواكه. اتصلي لي بنشطه دلوقتي حالا. ايه ده؟ ده انت بيسه، هو شكلك عمل كده ليه؟ بس والنبي يا مأمون، طب ما يمكن صاحبتك دي غيرانه منك وعايزه تفشكل الجواز. لا، ده صاحبتها دي ربنا بعتها من السما. الف حمد وشكر. ايه ده، انت فرحان فيا يا مأمون ولا ايه؟ انا فرحان ليكي مش فرحان فيكي، ده الحمد لله ان ربنا بعت صاحبتها دي في الوقت المناسب. ايوه صح. تخيلي يا بيسه لو كانت الفاس وقعت في الراس واتجوزتيه. ايوه ايوه. لا الحمد لله زين المعفن الرمراه. طب وصاحبتك دي عرفت كاظم منين؟ الله يا خالتي، مش شافت صورته عندي على النت؟ بقول لك ايه يا بيسه، احنا الواد ده لما يجي نرمي حاجته في وشه. ايوه صح. مش بيسه اللي تتخان. ايوه صح. التسليم انا اشتهيني معاه. ماشي. وانت مأمون معلش اتعبك معاه، عدي على المطبعه وقول لهم يكنسلوا الدعوات، وابقى عدي على مستر هيصه قول له كنسل ميعاد الشعر. معلش همشورك معايا. لا يا بيسه، مشواري ايه؟ ده انت تعبك راحه، ده انا حتى مسميني مأمون مشاوير. قرية البيت ده ما يخشوش غير اهلنا وناسنا والمعارف بس واللي تفهم في الاصول، انما انت تيجي تقعد معايا هنا على القهوه. ايه الاوفر ده؟ مش دي حاجات بيسه؟ ايوه حاجات بيسه. السلام عليكم، تشرب ايه يا استاذ؟ هات له سيموزي. ما عندناش الاسم ده، هو عارفه. ولا اقول لك بلاش تجيب حاجة خالص، وكل على الله، هما كلمتين كده وهيمشي اللي تشوفه يا باشا. هو في ايه يا انكل مالي؟ أنا مش فاهم حاجة. وبيسا كلمتني قعدت تصرخ وتزعق وقفلت في وشي وما بتردش عليا. ومش هترد عليك خالص. وبيسا مش هترد على أي أرقام غريبة. غريبة؟ إيه الكلام ده اللي بتقوله ده؟ بيسا خطيبتي على فكرة، وعيب الكلام ده. كانت خطيبتك. كانت. إحنا عرفنا. واتقفشت وانت قاعد مع بيت وبتخون بيسا النهارده. اخون بيسا؟